والكلمات الأربع نفسها سبحان الله فيها محو للسيئات عجيب جدا. كلمات الأربع نفسها فيها محو للسيئات عجيب وشأنها عجيب في تطهير العبد من سيئاته. صح في الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي يوما مع أصحابه ومعه عصا بيده، فمر بشجرة يابسة فيها ورق يابس وخبط الشجرة بعصاه التي في يده، ماذا يحدث؟ نعم، تساقط الورق. الصحابة يرون أمامهم ورق الشجرة يتساقط، فقال عليه الصلاة والسلام واستمعوا إلى ما قال، فقال وهم يرون الورق يتساقط، قال إن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لتحات أو لتساقط ذنوب العبد كما تساقط ورق هذه الشجرة، كما تساقط. الصحابة يرون الورق يتساقط، هذا مثال ضربه لهم يبين كيف أن هذه الكلمات الأربع تساقط الذنوب. فيا سبحان الله يكرر العبد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وتتساقط هذه الذنوب الذي هو متحملها. فما أحوج العبد إلى أن يساقط ذنوبه بالاستكثار من هذه الكلمات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قال إن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لتساقط ذنوب العبد كما تساقط ورق هذه الشجرة. فالكلمات الأربع هذه لها شأن عظيم في رفعة الدرجات، وفي الوقت نفسه لها شأن عظيم في تساقط الذنوب وحتى السيئات وتكفير الذنوب الخطيئات.